هل السعادة تصنعها ثراء؟ تكلمت في الكورس عن هذا الموضوع وتكلمت انه صعب 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 جدا 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 انك تقنع شخص ليس ثري انه ما له دخل اطلاقا وما في علاقة ما بين السعادة والثراء. صعب صعب يعني تقنع شخص برا الموضوع ولا جرب القصة هذه ولا دخل كارما الثراء، صعب تقول لا. وعلى فكرة لو قلت لا راح يتهمك اتهامات خطيرة دفاعا عن فكرته انه الثراء راح يجلب السعادة بالنسبة له، راح يقاتلك. اغلب الاشخاص يقاتلون، اغلب الاشخاص المحدودي الدخل، الفقراء، متوسطي الدخل، لو سمعوا شخص ثري قال لهم ترى يا جماعه الثراء شيء والسعاده شيء قاتلوا يوم انك يلا قل لنا، يوم انك ما عندك فلوس، يوم انك تعال الحين حاضر علينا عن السعاده، اي عطني فلوسك ما دام الفلوس ما هي سعاده وما ادري اي ما هي سعاده، بس هي معاني ثانيه، هي شعور اخر. يعني السعادة لا تشترى بالمال، لا يمكن انك تشتري السعادة بالمال، لا يمكن. لكن المال يجيب شعور ثاني، يجيب شعور آخر يختلف من شخص لآخر. لكن انا بعتبر انه كونك انك تسألين انك انت او انت حبيبتي مريم انه انت يعني متقبلة انك انت تسمعين مني هذا الكلام، انه الثراء يرفع من جودة حياتك، يرفع من جودة حياتك. واذكر النكتة اللي يقول لا بس فرق، يعني انت تبكي وحزين في مكان بهذل ولا في بيتك في سويسرا. صحيح يفرق، جودة الحياة تفرق، لكن ما يمكن انه الفلوس تخليك سعيد اذا انت مش سعيد. لا يمكن الفلوس تخليك سعيد. وخلي بقول لك انه الاموال تجي ومعها تحدياتها ومعها رسائلها ومعها يعني معها اختباراتها. فبالتالي لا تتصور انه انت بتاخذ الفلوس وبتطير وبتصير السعاده يعني وانت يعني تغرد وتغني وما اعرف ايش. لا، هذه انك تصرف كذا وفلوس على كيفك وكذا، هذه لها ضريبه، لها اختبار، لها معنى، لها شيء انت لازم تسويه، مو انه الموضوع بهذه الطريقة. فاذا كنت تبحثين عن السعادة او كانت السعادة هي من قائمة القيم عندك، فارجوك ركز على السعادة، ارجوك ركز على السعادة، امشي السعادة، انتبه للسعادة، تابع شعور السعادة بداخلك وشلون انت توصل له وشلون تتحققه. اذكر دراسة تكلمنا عنها قبل كذا في تقريبا 2018 على برضو موضوع السعادة، والدراسة استمرت لمدة 75 سنة يمكن، تابعوا فيها أشخاص بعمر طويل حتى يتتبعون موضوع السعادة وكيف يعني من وين جاء الموضوع، هل هو من الفلوس، هل هو من الثراء، هل هو من الشغل، هل هو ما أعرف إيش. الدراسة وصلت إلى نتيجة أن العلاقات الجيدة القريبة هي اللي خلت الناس مبسوطين، خلت الناس سعداء. هذه وصلت للدراسة العلمية. طيب، هل الثراء يرفع طاقة الشخص؟ أكيد بدون أدنى شك. كارما الثراء من أصعب وأكبر وأقوى الكارمات، كثير قوية طاقة الثراء، كثير كثير، وتقدر تحسها. يعني لو في شخص ثري قابلته راح تحس بطاقته القوية بدون ما يكون معاه الفراري الحمراء وشنطة الشانيل وبدون شيء كذا. يعني لو هو يعني جاي يعني كذا ببنطلون جينز وتيشيرت، وراح تحس بهذه الطاقة، راح تحس فيها، راح تشعر فيها. فكثير مختلفة كثير. وهذا الشخص طاقته هي اللي تجيب هذه الأشياء، مو الأشياء هي اللي تعطيه الطاقة،
هو اللي يجيب لهذه الأشياء الطاقة، هو اللي يصنع لها الطاقة. ومهم انك تستشعر هذا الشعور، اذا تعرف اشخاص اثرياء وتقابلهم مهم انك تشعر بهذا الشعور وتتحسس هذا الشعور عشان تفهمه، وعشان طاقتك تفهم هذه الطاقة وتستقبلها وتتقبلها. هل الحب فيه ثراء مادي؟ اوكي، السؤال فيه اشتراط طبعا، واضح انه يعني اوكي انا اختار الحب لانه الحب راح يجيب لي فلوس، راح يحسن الحياة المادية ويضبطها. بعدين قبل كذا انت احنا لازم نتفق احنا نتكلم عن ايش، لانه لما تقولين حب انا ما ادري انت وش تتكلمين عن ايش. تتكلمين يعني عن يعني رجل وامرأة كذا وعندهم يعني علاقة كذا يعني خاصة، فهذا هو الحب اللي تتكلمين عنه. فإذا تتكلمين عن هذا الموضوع فيعني هذه العلاقة العاطفية يعني هل هي تجيب الثراء المادي؟ أبغى أقول لك ممكن تكون سبب ضئيل، لكن ما راح تكون سبب جالب للثراء. ما أقدر أعدها، بس ممكن كل شيء يكون سبب لشيء. لا تنسين هذا الشيء، انه لما يدخل قانون الايمان وقانون السبب ممكن كل شيء يكون سبب لاي شيء. لكن اذا انت تتكلمين عن الحب كشعور سماوي، نتكلم عن الحب كشعور سماوي، فالثراء المادي هي قصه يعني منتهية تماما، يعني هي قصة تحصيل حاصل، هي قصة يعني كذا يعني إشارة يعني. لكن الشيء اللي أنا دائم أذكر فيه إنه لما أنت تدخل حالة حب أو مرحلة حب لن يكون الثراء المادي بتلك القيمة اللي تخليك تستغل قيمة كثير عليا لأجل قيمة كثير واطية. سوري اني اقول انها واطية، بس انها مرتبطة كثير بالتجربة الارضية مقارنة بشعور الحب. يعني تخيل انه عندك قيمة كثير كثير عالية وكثير يعني تقلب حياتك 180 درجة وكثير يعني عميقة ولها يعني شعور من أعمق المشاعر اللي ممكن تحصل عليها. بعدين لما تصل هاي المرحلة تقول أبغى شوية فلوس. فالأشخاص اللي يحصلون على حالة حب أو مرحلة حب من المتوقع أنهم لن يسألون عن الثراء المادي، من المتوقع، لأنه هم في موضع أعلى بكثير من الثراء المادي. يعني بتقول لي إنه طب لا خب أبغى أسأل بدقة، لو طلب، لو هو فعلا يعني كان في هالحالة وهذه المرحلة وطلب ثراء مادي، هل الحب راح يعطيه ثراء مادي على طول؟ على طول موضوع يعني ما في نقاش. يعني تتكلم عن طاقة كثير 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 كبيرة، مستوى الثراء كثير يعني ولا شيء. هذا يعني كأنه إيش، كأنه بس كذا يعني كلف على نفسه كذا إنه يفتح له شباك، إنه يفتح شباك بس العملية ما تصير بهذا الشكل، لأنه اللي يوصل لهذا الشعور وهذا الإحساس لا يمكن انه يعني ما ابغى اقول لا يمكن ان مش مهم في مثل هذه المرحله ان هو يحصل على هذا الثراء المادي. حبيبتي تسال تقول عندي الحب اعلى قيمي
وقيمة الثراء بالمرة مو عندي، لكن بدي أكون ثرية عشان أدعم قيمة الحرية. يعني أنت تعتقدين أنه أنت ما راح تحصلين الحرية إلا من خلال الثراء، أو الثراء هو طريقك للحرية. أبغى أقول لك أنه تدبير الوعي، تدبير الخطة اللي أنت قاعدة تفكرين فيها، أو خلنا نقول الجسد الفكري، مش بالضرورة تكون صحيحة أو سليمة، قد تكون كثير بعيدة عن تصورك الحقيقي عن نفسك. وقد يكون الحب هو طريق الحرية. يعني إذا بتقولين لي عندي قيمة الحب رقم واحد والمال مش موجود، بس أنا أبغاه عشان أحقق الحرية اللي يمكن يكون رقم اثنين أو ثلاثة، بقولك ليش تروحين بعيد؟ ليش تروحين بعيد؟ ليش تروحين تجيبين، يعني تخيلي إنك أنت يعني في يعني داخلة على وزارة، وتقولين والله عندي ورقة أبغى أوقعها وكذا، فتروحين لأصغر مدير، بينما أنت أصلا الباب مفتوح لك على أكبر مدير، على الوزير مباشرة. أنت يعني الطريق على الوزير مباشرة. تقولين لا، أنا يعني أشوف أني أنا لو مريت من عند المدير الصغير هذاك يعني ممكن يساعدني. طب ليش؟ صحيح أنه ممكن يساعد، بس مدام أنت يعني عند الوزير خلاص، يعني إن شاء الله ورقتك ماشية. فأبغاك تشوفينها بهذه الطريقة. وإحنا كثير ترى مشغولين بالكيفيات، إحنا كثير نقوم الطريق هذا بيصير من هنا، بعدين يصير من هناك، بعدين يصير بهذه الطريقة، فنضيع الوقت يا جماعة. نضيع كثير وقت. يعني مرات الهدف يكون يعني على مرمى حجر منك كذا، لكن لأنك أنت شايف الطريق هناك ألف لباء وباء الجيم وجيم الدال وكذا وكذا وكذا، بدال ما الهدف كذا أخذت لفات ولفات 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 لما وصلت الهدف، لأنك أنت عندك رسمة معينة، عندك كيفية معينة. فممكن أنك تنتظرين سنة سنتين ثلاث سنوات لما يعني شوية يطبخ موضوع الثراء عندك، ويعني ترتفع طاقته شوية، يمكن يدخل في حياتك شخص ثري شوية ترتفع القيمة، يمكن شخص من حولك يكون ثري برضه ترتفع الطاقة شوي، فيدخل يبدأ شوية يحوم لما يدخل في قائمة القيم، بعد تقول أوه قربنا نوصل كذا. تقدرين تنتظرين، أو الخيار عندك إنك تستفيدين من الأشياء المتوفرة عندك، وأنت عندك يعني عندك شيء كثير قيم إنك أنت تستفيدين منه، وهو الحب. او بعد في احتمال لا تنسين هذا، انه انت ممكن تكونين انك انت الثراء على وشك ان يدخل، على وشك ان يدخل لقيمك، على وشك. واحنا عاده لما نجي ندخل قيمه من القيم، لما تصير على وشك انها تدخل، احنا نكون في مرحله اون اوف، هي مهمه ولا مش مهمه، هي مهمه ولا مش مهمه، لما تدخل خلاص لا 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 الثراء مهم، لا لا الحب مهم، لا لا الصحة مهمة، خلاص تصير حاضرة وحاضرة نفسها كذا موجودة في القائمة طول الوقت، فتكون on off on off. فأنت الآن ممكن أنها تكون كذا كأنها on، في فلوسي والله، وقاعدين يتكلم عن الثراء، فكرة والله ليش ما أنا أدخلها، شكلها مهمة بس ما هي ما موجودة في قائمة قيمي، شكلي أبغاها عشان الحرية. فأنت تقومين تشبكين القصة، تقولين اي انا احتاجها عشان كذا كذا، وهذا اللي يخليها اون اوف. لا بس هي اصلا اون اوف لانها قربت تدخل، هي كذا، هي اون اوف لانها على وشك ان تكون ضمن القائمه، على وشك، على وشك، يعني ممكن تجيها السنه الجايه تدخل القائمه. فانا اشوف انك انت تخلين موضوع الحريه زي ما هو، تخلين موضوع الثراء زي ما هو، وتركزين على موضوع الحب اللي عندك معاه الان قصص كثيره واختبارات ورسائل وارتباطات، وتشغلين هذا الحب، هذه القيمة تشغلينها لخدمة القيم اللي أقل منها. يعني إذا واحد يرتبط بعلاقة حب لا يمكن أن يفكر بالثراء؟ لا عادي، تقدر يعني
تفكر في أي شيء وأنت تسوي أي شيء، ما له دخل هذا شيء وهذا شيء. زي ما أنت تقول أنا يعني أنا بروح للجامعة وبفكر في الشغل، بس هو كان السؤال إنه هل إذا رحت للجامعة معناها إنه أنا يعني عندي شغل؟ أقول مش بالضرورة، ما له دخل. فهذه النقطة المهمة إنه أنت ممكن إنك ترتبط بعلاقة حب وعادي تفكر بالثراء وتبحث عن الثراء وتبحث عن احتياجاتك، تبحث عن دراسة، تبحث عن شغل، لا يتعارض. تقدر تخلط هدفين مع بعض ما يتعارض، لكن مش بالضرورة انك انت عندك علاقة حب انه راح يجيك الثراء، وانه انت عندك ثراء راح يجيك علاقة الحب. وان كانت هذه كنها يعني كنها منطقية اكثر، تتناسب اكثر باعتبار ان طاقة الثراء طاقة يعني عالية، فيكون فيه جذب لطاقة الحب اكثر. اقصد فيها الطاقة العلاقة العاطفية، ما اقصد فيها الشعور السماوي.